ينضم إلي مشاهدي الكرام فوزي الحداد المحلل السياسي من القاهرة. أستاذ فوزي أهلا بك ومرحبا. يعني كنت توّا أتحدث عن انعقاد مؤتمر مكافحة الإرهاب الإلكتروني في بنغازي، وكنت أتحدث عن دلالة انعقاده في ليبيا، أن ليبيا خطت خطوات مهمة للغاية ناحية الاستقرار، أصبحت قادرة على تأمين الشخصيات وعلى استقبالهم. إذن نحن نتحدث عن وضع نسبي ونتحدث عن مزيد من التقدم يجب أن يحرز للصالح الليبي، لصالح الدولة الليبية وتقويتها. إليك الكلمة أستاذ فوزي. أهلا وسهلا. أولا يوم مبارك وكذا جميع المشاهدين. فعلا النواحي الأمنية بشكل ما بدأت تتحسن كثيرا في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد هزيمة التنظيمات المتطرفة وأشهرها تنظيم داعش في بعض أماكن تواجد مهمة في وسط ليبيا، في سرت على سبيل المثال أو في بنغازي وما حولها أيضا. كل هذه الأمور ساهمت في تحسن الوضع الأمني في ليبيا. حتى الآن ننتظر طبعا الخطوات التالية لتحسن الوضع الأمني، وهو تحسن أيضا الوضع السياسي، وبالتالي رأب وصدع بين الفرقات السياسيين وتوحيد مؤسسات وهياكل البلد في عموم ليبيا. وهذا ما يسعى إليه كل من يهتم الآن بمحاولة رأب الصدع في ليبيا، وخصوصا الشقيقة مصر وما تبذله اللجنة الوطنية العليا المصرية من جهود حديثة. كان آخرها طبعا الاجتماع الذي كان منذ يومين لفرقاء من الجانب الاجتماعي في قبائل من شرق وغرب ومن أفراطة ومن برقة عموما. بالتالي أنا أعتقد أن تحسن الوضع الأمني يعني سيسهم بكل تأكيد تأثيرا في تحسن أو إن كان نسبي أيضا للأوضاع في ليبيا، لكن طبعا يبقى المعول الكبير على إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد جميع مؤسسات البلد وهياكلها، وهذا ما نأمله في الفترة المقبلة، خصوصا أن الأمور يعني بدأت تسير وإن ببطء لكن سيرا حسنا إلى حد كبير. هناك التقاءات بين فرقاء الأزمة لكل مكان، هناك تجاوب مع الدعوات خصوصا دعوات دول الجوار ودعوات القاهرة على وجه الخصوص. أيضا المبعوث الأممي الجديد السيد غسان سلامة سيبدأ غدا يعني أولى مشاوراته الرسمية في ليبيا، ينتقل إلى طرابلس يلتقي مع الرئاسي، ومن ثم سوف ينتقل إلى الشرق الليبي ليلتقي مع أعضاء ورئاسة مجلس النواب. بالتالي الفترة المقبلة يعني في غاية الأهمية، ربما لوصول إلى حلول توافقية آن لها أن تنهي أزمة في ليبيا، خصوصا بعد أن أصدرت الهيئة التأسيسية لتجارة مشروع الدستور أخيرا مسودة الدستور الليبي وأعلتها إلى مجلس النواب الذي سوف يبث فيها الأسبوع المقبل. يعني ما يعني أقصد أننا يمكن أن نذهب باتجاه انتهاء هذه المراحل الانتقالية والدخول في مراحل الدائمة بانتخاب رئيس و مجلس تشريعي جديد، وهو طبعا ما دعت إليه القاهرة في بيانها قبل شهر أو شهر ونصف، عندما يعني دعت الأطراف للدخول في انتخابات عامة شهر فبراير من العام المقبل. نأمل بالتأكيد أن يتحقق كل هذا. نعم، لكن حتى الوصول إلى هذه الخطوات فهناك الأخذ بالأسباب. يعني مصر تقوم بجهود حثيثة، الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمسؤول عن إدارة الملف الليبي من الجانب المصري، زي ما حضرتك قلت استضاف أو كان هناك اللقاء بين وفدين، أحدهما من برقة الآخر من مصراتة. هناك جهود حثيثة على كل المستويات، لكن حينما نتحدث عن رأب الصدع هذا يتطلب إما إعلاء لقيمة الوطن بغض النظر عن المصالح، أو وجود فكرة المصالح المشتركة، أو وجود ضغط من أحد الجوانب، أو وجود على الأقل نوع من الوعود التي يمكن أن تتحقق. يعني إذا لم يكن هناك ضغط فهناك الجزر على الأقل، أو إزكاء الأمل لدى الأطراف المختلفة. نتحدث عن جيش وطني ليبي، لكن نتحدث عن قوى أخرى لن نستطيع أن نفرض أن تكون نفسها وجهة النظر، لكن لن نستطيع أيضا إلا أن نضم كل هذه الأطراف، كل هؤلاء الفرقاء
في إطار واحد، الإطار الأكبر الآن، الإطار الليبي الموحد الذي يمثل الدولة بطبيعة الحال القوات المسلحة، الجيش الوطني الليبي. ترى أيا من هذه الطرق يمكن أن تؤتي ثمارا ونفعا أكثر خلال الفترة المقبلة، أو لعله يعني نوع من الخليط من كل هذه الأمور؟ كلامك رائع وجميل أيضا بالفعل، يعني نحتاج كل ما قلت، نحتاج بالفعل إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا عن كل المصالح الضيقة لأفراد أو سيارات أو أحزاب أو جماعات، هذا بالفعل ما نحتاجه الآن لتجاوز الأزمة الحالية. وأنا أعتقد يعني أن الآن الأطراف باتت تدرك أن بعض القوى الإقليمية تعرقل الوصول إلى أي حل توافقي في ليبيا لمصالحها وليس لمصلحة الشعب الليبي. الآن الشعب الليبي يعني في وضع شديد الخطورة، البلد أيضا في وضع شديد الخطورة من كل النواحي، الناس تعاني في كل مكان يعني. بالتالي هذا ما جعل الضغط قائم على كل الليبيين، وأنا أعتقد أن الظروف يعني حتى الآن تبدو مختلفة تماما عن العام الماضي. الجيش الليبي الآن أصبح مؤسسة منضبطة إلى حد كبير طبعاً. انتصر في معركته ضد الإرهاب في كل المعارك التي خاضها، يعني كل المدن في الشرق الليبي وفي الجنوب والوسط تكاد تكون تحت سيطرة الجيش الليبي. وبالتالي تبدو التفاهمات الآن ضرورية مع غرب البلاد خصوصا مع قوات التنين المرصوص في سيطرتها. نأمل أن تتوحد الجهود لأن المؤسسة العسكرية والأمنية إذا ما توحدت هياكلها، فإن حوالي 95% من المشكل السياسي في ليبيا سوف ينتهي فورا، على اعتبار أن السلاح المنتشر الآن في ليبيا هو أكبر عائق لأي توافق وطني. هناك يعني عشرات الملايين من القطع والأسلحة في يد جماعات خارج عن القانون، في يد تنظيمات منطقة منتشرة هنا وهناك، يعني المؤسسة الأمنية هي التي نعول على توحيدها أولا، بالتالي يمكن ساعتها أن نمضي بكل سهولة إلى توحيد أو تحديد المسار السياسي الأفضل للشعب. أستاذ فوزي، هل ترى أن الموقف دولي له بلورة بشكل معين؟ يعني هل هناك موقف دولي موحد تجاه الأزمة في ليبيا والحل في الداخل الليبي؟ للأسف يعني ليس هناك موقف دولي موحد، لو كان هذا الموقف موحدا لحلت الأزمة الليبية، ولكن هناك دائما صراعات وأجندات وهناك رؤى مختلفة للحل في ليبيا. أضرب لك مثالا أخيرا حصل الأسبوع الماضي بين فرنسا وإيطاليا على سبيل المثال. بعد فرنسا كل من المسيخ خلف حفتر في الجيش الوطني، وأيضا رئيس مجلس الرئاسة استضاف اجتماع في باريس، وحصل هذا الاجتماع. أبدت طبعا إيطاليا انزعاجها الشديد، هذا ظهر في وسائل الإعلام وباتحاد بعض المسؤولين، ما يعني أن الرؤية الفرنسية والإيطالية ظلت مختلفة عن بعضها للحل في ليبيا، ما جعل إيطاليا تحاول تعكير صفوة الوفاق الذي حصل من 10 نقاط بين السراج والمسير حفتر. واستضافت يعني بسرعة السيد السراج وقامت بعملية عسكرية في المياه الإقليمية بحجة طلب الرئاسي للمساعدة من أجل الهجرة غير القانونية. طبعا هذا الأمر أدى إلى توتر كبير، وجعلنا بدل من أن نحكي ونتحدث عن الوفاق الذي حصل بين الرجلين نتحدث عن انتهاكات السيادة الوطنية، نتحدث عن تدخل إيطالي جديد في ليبيا، وهذا طبعا أمر متعمد تريده إيطاليا لإفساد الجهود الفرنسية، وتبذل طبعا فرنسا جهودا بالمثل في هذا القدر. إذن الرؤية الأوروبية حقيقة يعني متفاوتة وليست متفقة على حل الأزمة الليبية، وهذا يعقد الوصول إلى أي توافق. إذن تبقى أن أسألك عن الدور العربي، أين الجامعة العربية بخلاف البيانات؟ يعني أتحدث عن دور فعل حقيقي، وأعتقد أنه تحديدا في الأزمة الليبية قد لا يكون الأمر بعيدا كما هو في أمور عربية أخرى. يعني إذا كنا تحدثنا من قبل عن عدم قدرة الجامعة على تدخل أو بلورة موقف حقيقي يصاغ على الأرض، لكن في المسألة الليبية أعتقد أنه الجامعة قد تكون أقرب. هذا ما كنت سأصل بك إليه. بالتالي نحن نعول يعني ليس على الجامعة العربية بالتحديد، الجامعة العربية يعني تتكون من عدد من الدول، حتى هي يعني لديها مصالح متناقضة في ليبيا ولعبت دورا سلبيا تماما في ليبيا كقطر على سبيل المثال، وهي عضو في الجامعة العربية. بالتالي
يعني هناك دول حتى عربية غير مهتمة بالأزمة الليبية ولا تبذل شيئا في هذا السبيل، وهناك دول مهتمة. بالتالي نحن نعول أكثر ما نعول على دول الجوار الليبي اللي متضررة من الأزمة الليبية، واللي إنهاء الأزمة يشكل أيضا فائدة كبيرة لها على وجه الخصوص الثلاثي مصر وتونس والجزائر. ندعم طبعا هذا المسار، وندعم بكل قوة المسار المصري لحل الأزمة الليبية، ونتعاون بشكل جيد مع اللجنة الوطنية المصرية التي يقودها السيد طارق محمد الحجازي بمحاولة حلحلة الأزمة في ليبيا. هذا هو أكبر ما نعول عليه. بالتالي نأمل أن تبلور هذه الجهود، ويتم التعاون بين هذه الدول الثلاث وخصوصا القاهرة مع المبعوث الأممي للأمم المتحدة. إذا نحن تصورنا للحل يعني من خلال ضغط دول الجوار، وهو ليس ضغطا هينا، وقد يكون هذا الدول. نعم الأقرب، قد يكون هذا الواقع. شكرا جزيلا لك فوزي الحداد المحلل السياسي الليبي، وحدثني من القاهرة.